يلا السؤال الأول، ابدأي يا جنى، لو عارفة الإجابة يعني قولي لي. جنى؟ طب عمرو؟ ماشي يا مس، ماشي يا مس، استنى استنى يا مس، لأن غاز ثاني أكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق أو يتعكر ماء الجير الرائق، لا استني يا مس، ما هو السؤال يا عمرو اساسا بيقول لك ليه اتعكر لما مر فيه ثاني اكسيد الكربون، فما تقوليش ان هو لتكون لتكون الراسب راسب أبيض برافو. اسمه ايه الراسب الابيض ده؟ كربونات الكالسيوم. برافو عليك، ممتاز. يبقى الاجابه لتكون راسب ابيض من كربونات الكالسيوم. لتكون راسب أبيض من كربونات الكالسيوم. إيه ريناد عايز رفع إيديكي؟ لا انا بس رفع ايديا بس عشان عايزه اجاوب. ما كلكم كنت هتجاوبوا ومفيش حد مستاهل إنه يرفع إيده، بس قولي رقم اتنين. وعليكم. ثاني اكسيد الكربون في اضفاء بعض الحرائق لانه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. برافو، ليه استخدم ثاني اكسيد الكربون في اضفاء الحرائق؟ لبل انه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. رقم ثلاثة، يلا يا ريناد ابراهيم. كم الصفحة كانت كم؟ 109. تمام. ده في ارتفاع الكتاب نسبة القديم يا ثاني مس. أكسيد الكربون في الغلاف الجوي في السنوات الأخيرة. ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي في السنوات الأخيرة. معلش يا مسي، الصفحة 109 في الكتاب القديم ولا الجديد؟ أصل أنا عندي صفحة 113. خلاص يبقى 113 في كتابك طالما عرفتي تطلعيها. كملي يا رينا. على الارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي في السنوات الأخيرة بسبب تنقص مساحات النباتات الخضراء، بسبب تنقص مساحات النباتات الخضراء و ثواني تنقص مساحات النباتات الخضراء و واحتراق الوقود في المنشآت الصناعية، احتراق برافو. الوقود في محركات وسائل النقل، صح ولا غلط؟ برافو صح، تمام. تمام. يبقى السبب ليه زاد ثاني اكسيد الكربون في السنوات الاخيره تقول له لتناقص المساحات الخضراء، لاحتراق الوقود في المنشآت الصناعيه، وكمان ممكن تزود اللي هو زياده احتراق المواد العضويه. رقم 4، يلا يا سلمى. تمام يا مسي، جمع غاز CO2 بإزاحة الهواء لأعلى لأنه أثقل من الهواء، فيزيح الهواء لأعلى ويحل محله. برافو، لأنه أثقل من الهواء فيزيحه ويحل محله. رقم 5، يلا يا ملك. تضاف الخميرة للعجائن في قصدي عند صناعة المخبوزات لأن غاز ثاني أكسيد الكربون ينتج من عملية التخمر ويتمدد بفعل الحرارة. فيجعل الخبز مسميا ومقبول الطعم. كملي الإجابة للآخر، بس برافو عليك. ليه بنضيف الخميرة للعجين؟ يبقى لأنه أثناء عملية التخمر يتصاعد ثاني أكسيد الكربون الذي يتمدد بالحرارة فيجعل الخبز مسميا ومقبول الطعم. السؤال اللي بعده رقم 6، يلا يا رقية. يؤدي ارتفاع غاز CO2 عن النسبة الطبيعية إلى الأضرار بالبيئة مس هو قصده إيه؟ يعني ليه لما بتزيد نسبة ثاني أكسيد الكربون ده بيضر البيئة؟ هتقولي لي لأنه لو زاد هيسبب إيه للبيئة؟ فكري كده بقى، لو زادت ثاني أكسيد الكربون بيحصل إيه؟ لأن عندي زيادته تسبب أضرار اختناق الكائنات الحية وحدوث ظاهرة الاحتباس الحراري. برافو، يبقى لأنه عند زيادة ثاني أكسيد الكربون يبقى يحدث اختناق الكائنات الحية وظاهرة الاحتباس الحراري.
تمام، برافو عليكي. رقم 7، هو كده كله حل، يبقى نجيب من الأول. يلا يا عمرو. ماشي يا مس. تترصد مادة سوداء على جدران النخبة مملوء بغاز CO2 عند احتراق شريط المغنيسيوم ها ركز كده. التجربة لما كنا جبنا شريط مغنيسيوم محترق بس مخبار فيه ثاني أكسيد الكربون، اتكونت مادة سوداء على الجدار. بسبب هو مين المادة السوداء دي طيب أصلا يا عم؟ الكربون. الكربون اللي هو الفحم. بس كده يبقى تقولي لتكون الكربون اللي هو الفحم على الجدران. بس ليه اتكونت مادة سوداء؟ عشان التفاعل ده نتج عنه ترسب الكربون أو الفحم. رقم 8، يلا يا رينيه دايس. يجب سيادة المساحة الخضراء في المدن المزدحمة لعدم حتى لا ترتفع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. تمام، يبقى لتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون الناتج من عوادم الوسائل المواصلات. بروف. رقم 9، يلا يا رينيه إبراهيم. تمام يا مس. يجب عدم الإكثار من تناول المشروبات الغازية لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى هشاشة العظام ومن الممكن أن يسبب الوفاة. برافو. يلا رقم 10، يلا يا سلمى. تمام يا مس. لا يمكن إنه يسبب الوفاة لوحدها، ولا لازم أقولها يسبب الوفاة بسبب ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون؟ صح، انتي برضو ما كملتيش فعلا كل الاسباب يا رينات. هو ليه لازم ما اكسرش، مش بس تقولي اللي هو هيسبب مرض هشاشة العظام، لا كملي وتقولي الاجابه اللي تسال عليها يا رينات، تقولي ويحدث وفاة بس تقولي السبب عند الاقصار او عند الافراط في ما انا يا التناول. مس قلت ما انا قلت يا مس من الممكن ان يسبب الوفاة. بس كملي، امتى يسبب الوفاة؟ عند زيادة الافراط سائل او نسبة ثاني اكسيد الكربون في الدم. تمام تمام اقول يا مس. يلا يا سلمى. لا يمكن تحضير غاز ثاني اكسيد الكربون بإزاحة الماء لأسفل لأنه يزف الماء. بس برافو، يبقى ليه ماليش علاقة بالماء لأنه يذوب في الماء. رقم 11، يلا يا ملك. ملك. طب يلا يا رقي. نعم يا مس. علل يطلق على غاز ثاني أكسيد الكربون القاتل الصامت لأن الإنسان لا يستطيع رؤيته أو تذوقه أو شمه وتنفسه في مكان مغلق. برافو، ممتاز. تعالوا يلا نراجع درس غاز النيتروجين. دلوقتي يلا نراجع المفهوم، نراجع الدرس الثالث من الوحدة الثانية اللي هو درس غاز النيتروجين. درس النيتروجين درس صغير جدا، هو عبارة عن صفحة واحدة، ولكن طبعا مهم ان انت لازم تفهمه كويس قوي. عرفنا طبعا في بداية الوحدة ان نسبة غاز النيتروجين من نسبة او من حجم الهواء كان 78%، كان 78%، يعني يعتبر أكبر نسبة، أكبر غازات الغلاف الجوي في الحجم. يبقى مين أكبر غازات الغلاف الجوي في الحجم؟ هو غاز النيتروجين، لأن ده لوحده 78%. اللي اكتشف غاز النيتروجين هو العالم اللي كان طبيب اسكتلندي دانيال رذرفورد، وبيطلق على اسم غاز النيتروجين اسم الأزوت، والأزوت ده معناه عديم الحياة.
طب يعني ايه عديم الحياة او ليه سميته كده؟ طب غاز، لو جيت تركز كده، غاز الاكسجين انا كانسان بتنفسه والحيوانات بتتنفسه، النباتات بتاخد ثاني اكسيد الكربون. طب النيتروجين بقى التالت ده، في كائن هيستخدمه في عملية التنفس؟ يعني عمرك سمعت عن كائن بيتنفس غاز النيتروجين؟ لا. فعشان كده بقول عليه عديم الحياة أو الأزوت، اللي هو معناه يعني إن هو ملهوش دور في التنفس. طيب، فهنا بيقول لك الإجابة لأنه لا يساعد على الاشتعال وليس له دور في التنفس. ده العالم دانيال رازرفورد. طيب، التركيب بتاع غاز النيتروجين، طبعا هو موجود في الطبيعة في صورة غازية، مثلا التلاتة في الطبيعة في شكل غازات. أقول غاز أكسجين، غاز ثاني أكسيد الكربون، غاز النيتروجين، يبقى هم موجودين في صورة غازية. وبيتكون الجزيء الواحد من النيتروجين من ذرتين من النيتروجين، ذرتين من النيتروجين. الرمز الكيميائي بتاعتها إن تو، إن تو. طيب دلوقتي بقى تاخد بالك من الرموز، قول معايا كده يا عم، رمز الأكسجين إيه؟ إن تو. إن تو يا مصر. الأكسجين مش لا او 2 الأكسجين او 2. طب والأوزون؟ الأوزون او 3. طيب والمية؟ المية اتش 2 او. ثاني أكسيد الكربون سي او 2، والنيتروجين طبعا لسه قايلينها ان 2. برافو. الخصائص بتاعت غاز النيتروجين ثلاثة، وانا بشرحها لكم، قلت لكم ايه واحدة منهم كانت عند الاكسجين والنيتروجين وثاني اكسيد الكربون، يعني نفس الثلاث خصائص هي هي، والاتنين التانيين واحدة واخدة من ثاني اكسيد الكربون والتانية واخدة من غاز الاكسجين. طيب الثلاث خصائص اهم، ان هو برضو غاز عديم اللون والطعم والرائحة زيه زي الاتنين اللي قبل، يبقى التلاتة زي بعض في ان هم غاز عديم اللون والطعم والرائحة. رقم اتنين، ودي واخدة من غاز ثاني اكسيد الكربون، ان هو لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. مش طب هم ليه مش بيستخدموه في إطفاء الحرائق؟ بصي، هو انت ما قلناش ان هو مش هيدخل، بس انت كل الفكرة ان انت عندك بس كم معلومة هنا على الدرس مش كله بالتفاصيل معايا. تمام. الأهمية بتاعته، الأهمية بتاعت النيتروجين بالنسبة للإنسان، يعني إن هو مكون أساسي لجميع المركبات البروتينية. يعني إيه؟ يعني أي بروتين اللي هو من حاجات زي اللحوم وكده، أي بروتين أو مركب بروتيني بيبقى داخل في التركيب الأساسي بتاعه عنصر النيتروجين. يبقى عنصر النيتروجين هو مكون أساسي لجميع المركبات البروتينية. اللي بعده نسبته قد ايه؟ دي نسبته 78%. طيب النسبة بتاعته 78% ده لو قال لك في المية. طب لو هو عايز قد ايه من حجم الهواء؟ بيبقى 4 أخماس، 4 أخماس يعني 4 لـ5. فكريني يا رناد ابراهيم، الاكسجين كده كان واخد قد ايه من حجم الهواء؟ 5 يا مس، 5 حجم الهواء. برافو. الأكسجين كان 5 والنيتروجين 4 أخماس. برافو.
بعد كده ابتدينا نتكلم ان اكاسيد النيتروجين، يعني ايه اكاسيد؟ اللي هو النيتروجين اللي متحد بالاكسجين، نيتروجين اللي متحد بالاكسجين. اي حاجه في درس الاكسجين خدناها بيحصل بينه وبين الاكسجين اتحاد، المركب الناتج اسمه اكسيد. طب نيتروجين اتحد مع اكسجين يبقى اسمه اكسيد نيتروجين، بس هو هنا بيقول اكاسيد لان اللي هي ليها انواع. المهم اكاسيد النيتروجين، اكاسيد النيتروجين دي بقى بتبقى موجوده في الغلاف الجوي، بتتكون لما بيتفاعل النيتروجين مع الاكسجين. يعني الكلام ده بيحصل اثناء البرق، اثناء حدوث البرق اللي هو الضوء ده كده، بيحصل اتحاد او تفاعل بين النيتروجين والاكسجين فتكونت اكاسيد النيتروجين. ايوه اللي رفع ايديه، رفع ايدك يا عمرو ليه؟ يا مس عندي سؤال، هل السنه الجايه هناخد ازاي بتحضر النيتروجين؟ زي ايه؟ هل السنة الجاية هناخد طريقة تحضير النيتروجين؟ لا. أمال بعد كام؟ دروس بقى هتعرفها السنة الجاية يا عم، ما تخرجش بره مواضيع الدرس. أيوة يا جنى رفع ماشي. إيدي. جنى؟ هو المايك مفتوح يا جنى، بس يعني مش مفيش صوت، فتحت لك الشات لو عايزة تقولي حاجة ضروري. طيب يبقى دلوقتي أكاسيد النيتروجين بتتكون في الغلاف الجوي أثناء البرق، وبعد كده توصل طبعا الأكاسيد دي للتربة عن طريق مياه الأمطار. اللي بعده كانت اللي هي النباتات البقولية، قلنا فيها إن النباتات البقولية اللي هي البقوليات يعني زي البسلة البرسيم الفوق الحاجات دي بتحصل على النيتروجين. هتحصل على النيتروجين اللازم لها عشان تصنع البروتين اللي احنا لسه قايلين عليه. يا جنى انت مش، وانا كنت عايزاكي تجاوبي سؤال في الاول وانت مش عارفه تجاوبي عشان المايك، بس اهم حاجه ركزي لحد ما تصلحي المشكله اللي عندك دي، وبعد كده حاولي تدخلي بموبايل غير الموبايل اللي معاكي. طيب دلوقتي يلا نكمل. بنقول ان النباتات البقوليه اللي زي البرسيم والباذنجان وفول الصويا بتحتاج النيتروجين عشان تصنع البروتين بتاعها، وده بيتم بمساعدة نوع من البكتيريا بتعيش في الجذور بتاعة النباتات البقولية اسمها بكتيريا العقد الجذرية. بكتيريا العقد الجذرية، مين بكتيريا العقد الجذرية دي؟ دي بكتيريا موجودة في جذور النباتات البقولية بتعمل على تثبيت الأقمشة أو بتثبت عفوا النيتروجين في التربة بحيث انه يكون النبات البروتين بتاعه بيه. علل ليه بيدخل غاز النيتروجين في تركيب جميع الأنسجة الحية؟ يبقى الإجابة لأنه بيدخل في تكوين البروتينات المكونة للأنسجة الحية. بعد كده مجرد استخدامات، أول حاجة إنه بيدخل في صناعة البارود، ودي مادة متفجرة، صناعة البارود. اللي بعد كده بيستخدم في حديثا في ملء إطارات السيارات، بس نعم لو جو قال لنا علل هنقول بسبب الثبات النسبي لحجمه عند تغيير درجات الحرارة. قولي كده تاني. لو جو قال لنا علل يستخدم حديثا في ملء إطارات
طائرات وسيارات. بالظبط، يبقى للثبات النسبي لحجمه عند تغير درجات الحرارة. يعني ايه؟ يعني احنا بنملى بيه الاطارات، الاطار اللي هو مقصود بالكاوتش العجل يعني بتاع العربية او كده، بنملى بيه الاطارات بتاعة الطائرات والسيارات. ليه؟ لان غاز النيتروجين عنده ثبات نسبي في حجمه لما بتتغير درجات الحرارة. رقم 3، إن أنا هستخدم كميات قليلة منه عشان أملأ بعض أنواع المصابيح. اللي بعد كده إنه بيدخل في صناعة الفولاذ الذي لا يصدأ، حاجة اسمها الفولاذ الذي لا يصدأ. آخر حاجة ومهمة، إنه بيدخل في تركيب مركبات النترات الأمونيوم والنشادر. بيدخل في تركيب مكونات نترات ميس الأمونيوم كده سامعاني؟ والنشادر. أيوة يا جانا كده سامعاكي. طيب ودي بستخدمهم في الأسمدة ومخصبات التربة. وبكده خلص درس غاز النيتروجين. في حد بعت لي الصفحة بتاعة التدريبات بتاعة درس غاز النيتروجين؟ السؤال الأول يا رقية، صح وغلط؟ ده مثل مثلا سؤال ايه، امتحانات المدارس والإدارات. يلا يا رقية. بس بتقول لحضرتك هي امتحانات المدارس والإدارات، قولي ايه هي امتحانات المدارس والإدارات. يا رقية جاوب على السؤال يا رقية، وخلي الأسئلة اللي ملهاش علاقة بشغلنا بعدين. اسألي مس حضرتك الجروب بعد ما تخلصي. نعم، مس مس محدش بينادي يقول مس، بنرفع ايدينا. يسمى غاز النيتروجين بالأزوت ومعناه أن هذا الحياة خطأ. هو انت في فين؟ أيوة بقول لحضرتك أنا مش عارفة تدريبات الكتاب المدرسي. طيب لا ما هي إيه؟ طب هي ايه؟ قلت معايا الكتاب اللي هو بتاع لا، 2022 ثواني ثواني، انا 2023. اللي جبت صفحة. تمام. يسمى غاز النيتروجين باسم الأزوت ومعناه غير الحياة خطأ، اسمه غاز الازوت. برافو. رقم 2، يلا يا رينات. لا تعز. العالم الذي اكتشف غاز النيتروجين هو دانيال روزرفورد. برافو، العالم اللي اكتشف النيتروجين دانيال روزرفورد. مس يلا اللي بعد. لا، هو انت بتسألي في سؤال يا جماعة، انت في صفحة ايه دلوقتي؟ في الكتاب الجديد يا مس مس، صفحة حضرتك مس، انا معيش كتاب الأضواء، انا معايا كتاب سلاح التلميذ. طب بصوا بقى، ركزوا على السكرين وسيبكم من الكتاب حضرتك اللي في معاكم. صفحة 110 طبعا انتوا مش عارفين تطلعوا الدرس. أولها مش صح أهو، دي صفحة 110 يا مس. ركزوا على السكرين. يلا رقم 2، رناد عز، نسبة النيتروجين في الهواء الجوي كام؟ لا رناد عز، بس نسبة غاز النيتروجين. يا مس رينا تعزي اللي جابت رقم 1. ما كانش سؤال. رناد عز جاوبي رقم 2. يلا. يوجد النيتروجين في كل مما يلي ما عدا الدهون. انت بتقولي يوجد النيتروجين فالسؤال التاني فاختار يا مس. السؤال التاني في اختر. انت برضو مصممة تقرأي سؤال مش موجود على السكرين. والله يا مس ابدا، حضرتك شوفي في اختر يا مس. صح يا مس، الشير معمولة على كتاب سلاح التلميذ. الشير. يا مس
أيوة يا مس، مش معمول على كتاب الأضواء. لا انا عمال ابص عليه وانا مش مكانش متشير عشان كده. لا رقم 2 اهو، نسبة غاز النيتروجين في الهواء الجوي كم مريناد؟ 3 من 100 على لا 100. لا فكري تاني، غاز النيتروجين نسبته 21 ولا 3 من 100% ولا 78؟ 78. متنساهوش 3 من 100% اللي انت قلتيه دي نسبة ثاني أكسيد الكربون. معلش يلا بس رقم 3 يا نورنيت إبراهيم. كويس. ثواني. تتكون أكسيد النيتروجين عند حدوث البرق. تمام، بتتكون عند حدوث البرق. رقم 4 يلا يا عم، تساعد نقط البقوليات في الحصول على نيتروجين الهواء. نعم مس. رقم 4 تساعد نقط البقوليات في الحصول على نيتروجين الهواء. استني بس، البكتيريات يا مس مش عارفة أقولها إزاي، بس أي البكتيريات العقدية. تمام يا جنى، جنى جنى في المطعم كجب. ماشي يا حبيبي، احنا بنحل من الكتابين، ركزي معانا على السكرين بس اللي استفاد. احنا حلينا سؤال الكيس قبل كده. يلا السؤال اللي بعده، يلا يا سلمى. ثانية بس، يرمز الغاز النيتروجين بالرمز N2 ونسبته في الغلاف الجوي 78%. تمام السؤال اللي بعده أكمل، يرمز للسائل غاز النيتروجين بالرمز إيه ونسبته إيه في الهواء الجوي؟ يلا يا ملك. يرمز لغاز النيتروجين برمز، قصدي النيتروجين N2 برافو، ونسبته في الغلاف الجوي 87%. برافو، مش 87 هي 78. 78%. 78. اللي بعده، اللي بيتفاعل النيتروجين مع ايه اثناء حدوث البرق لتكوين ايه؟ يلا من الأول نعيد. هتعرفي يا جنى تجاوبي؟ جنى هتعرفي تجاوبي؟ مس أنا معيش كتاب الأضواء، أنا معايا كتاب سلاح التلميذ. ماشي، مش دي الفكرة، الفكرة تعرفي تجاوبي أساسا ولا لسه ما سافرتيش الجزء اللي فاتك؟ أنا أصلا مش شايفة حاجة، شايفة؟ طب أنا الصورة ملغوشة ومش شايفة حاجة. السؤال اللي هو تفاعل النيتروجين مع نقط أثناء حدوث البرق لتكوين. بص السؤال يا جنى بيقول ايه، السؤال بيقول لك يتفاعل النيتروجين مع نقط أثناء البرق عشان يكون نقط. ها افتكر اثناء البري بيتحد مع مين؟ مع النيتروجين ويكون ايه؟ يكون مش عارفة، لو مش عارفة قولي مش عارفة عشان ما نضيعش الوقت. لا معرفش. ماشي حبيبي، انت لسه بتسمعي في الريكوردات يا جنى اللي فاتتك؟ بسمعها. طب ماشي حبيبتي، حاولي تسرعي بقى يلا اهو عشان ايه تستفيدي. ماشي يلا يا عمرو جاوب انت، النيتروجين يتفاعل مع مين؟ طبعا النيتروجين مع نقط ايه؟
لحدود البرق. الأكسجين، مع الأكسجين. برافو. أثناء البرق بيتحد الهيدروجين مع الأكسجين ويتكون 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 البرق. ماشي، هو نتيجة اتحاد الأكسجين مع النيتروجين هيتكون إيه؟ أكاسيد النيتروجين. بس كده، يتكون أكاسيد النيتروجين. أكاسيد النيتروجين. السؤال اللي بعده، بيسمى النيتروجين باسم، يلا يا رنات عز. يسمى النيتروجين باسم الأزوت. برافو. الأزوت رقم 4. مكتشف غاز النيتروجين هو العالم ايه يا عمرو؟ نعم يا مستر، أجاوب. اه ماشي. دانيال، لا استني بس، سمن السؤال كان ايه بس؟ السؤال مكتشف غاز النيتروجين. دانيال رازرفورد. تمام، دانيال رازرفورد. دانيال رازرفورد، برافو. السؤال اللي بعده، يلا يا رينيك عز. من خصائص غاز النيتروجين نقط اللون والطعم والرائحة ونقط الذوبان في الماء. عديم اللون والطعم والرائحة وصعب الذوبان في الماء. مش السؤال اللي حضرتك بعده، اكتب المفهوم العلمي. اكتب المفهوم العلمي، ده اخر حاجة يا دوب عشان وقتنا. اول حاجة، يلا رناد ابراهيم، غاز يدخل في تركيب المركبات البروتينية. النيتروجين. رقم 2، يلا يا سلمى، اكبر الغازات حجما في الهواء الجوي. أكبر الغازات حجما في الهواء الجوي غاز النيتروجين. النيتروجين برضه. رقم 3، يلا يا رقية، أكاسيد تنتج من اتحاد الأكسجين مع النيتروجين في حدوث البرق. أكاسيد النيتروجين. برافو، أكاسيد النيتروجين. السؤال الرابع، يلا يا ملك. نوع من البكتيريا يعيش في جذور النباتات الفقولية مثل فول الصويا، البكتيريا العقدية، برافو، البكتيريا العقدية، برافو، البكتيريا العقدية الجذرية. لا، هي اسمها البكتيريا العقد الجذرية، اسمها كده على بعضها، بكتيريا العقد الجذرية. تمام. كم سؤال علّد؟ رقم 1، ليه بيدخل غاز النيتروجين في تركيب الأنسجة الحية؟ يلا يا رناد إبراهيم. لماذا يدخل غاز النيتروجين في تركيب الأنسجة الحية؟ ليه؟ لماذا؟ ده علّد. علي يدخل غاز النيتروجين في تركيب الأنسجة الحية، لأنه يدخل في تكوين البروتينات اللازمة له. تمام، لا اكتبي لأن المكون الأساسي لتكوين البروتينات. تمام، لأنه المكون الأساسي لتكوين البروتينات. تمام. رقم 2، يلا يا عمرو، ليه بيطلق على غاز النيتروجين الأزوت؟ لأنه استنى بس. ماشي. لأنه عديم الحياة، لا يتنفس كل الغاز نفسه، لا يتنفس ولا لا يستخدم في التنفس؟ لا يستخدم في التنفس. برافو كده، اظبط الإجابة بتاعتك. آخر سؤال علل، يلا يا رنات عز. تلعب البكتيريا دورهم هاما للبقوليات. لأنها اللازمة لصناعة إنها تحصل نباتات مثل البرسيم والفاصوليا على النيتروجين اللازم
لصنع البروتين بمساعدة نوع من البكتيريا يعيش على الجذور هذه النباتات، تسمى بكتيريا العقد الجذرية. برافو. عندكم أي سؤال يا حبايبي في الجزء اللي غيرنا النهارده؟ لا يا مريم. عنده طب سؤال يتفضل يلا يسأل.